نحن بدنا الخدمات بترجع مثل قبل، بدنا الحياة طبيعية مثل قبل، ما في حياة. الحاجز ليك وحدنا، ما في 10 أمتار، يوميا في قصف، يوميا في ضرب، دور مهدمة، جامع مهدم، مدرسة مهدمة، أولادنا عم ناخذنا على الضيعة على أكفر زيتها على البلد. كل يوم بدنا 4 لتورة مازوت، 5 لتورة مازوت، هذا مو حكي. قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي مدمرة بشكل شبه كامل. نحن نعاني بشدة بنقص مقومات الحياة اللي هون. الحوادث اللي حوالينا عم تضربنا هون بشكل مستمر، خروقات لا تعد ولا تحصى. اي نظام التركي في هذا الموضوع؟ القرى اللي حوالينا كلها عم ترجع ابعد من ضيعنا بشوي. نحن الحوادث هون تبعد عنا 2 و3 كيلومتر، يعني الناس اللي عم ترجع لهون خايفه من الحوادث اللي عم تضربها. ما في لا ضامن ولا شيء، ضرب يوميا يوميا، ما حد مستجير يرجع. انا واحد ناس عندي اولادي انضربوا من 3 4 شهور لحد الان بالمشافي، وضيعه كلها بتعرف هالشيء، ما حد مستجر. انا لحالي هلا هون، عيلتي من هون.